يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نبتت نابتة في هذا الزمان، وهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقومون بالطعن في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مما أدى إلى اغترار كثير من الشباب من هذه البلاد بهم، فأصبحت تسمع منهم الطعن المبطن في هذه الدعوة، وأنها ليست بمعصومة، وأننا لا نلتزم بها ولا نتقيد بما فيها، بل علينا جميعا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ منهما مباشرة، فلا ننظر إلى هذه الدعوة. فما توجيهكم حيال ذلك؟ هذا ما هو غريب، هذا طعنوا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الأئمة من قبل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا ما هو غريب، طعن ما هو غريب من أهل الضلال، يطعنون ويقولون ما شاءوا. وإذا أردت أن تعرف بطلان كلامهم فارجع إلى كلام الشيخ ومؤلفاته، فانظر هل الذي فيها حق ولا باطل. أنت لا تناظر الكلام فلان وكلام علان، إذا أردت أن تعرف مذهب الشخص أو ما عليه الشخص فانظر إلى مؤلفاته وإلى كتبه، والحمد لله كتب الشيخ موجودة تفقأ عيونهم ولله الحمد، لأن فيها الحق الواضح الصريح الذي لا إشكال فيه، فهم مخصومون ولله الحمد، وكلام الشيخ ومؤلفاته تدرأ في نحورهم. وأما أنهم يدعون الاجتهاد وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأئمة، هذا عاد شيء جديد، إذا صاروا بيستغنون عن الأئمة وبيرجعون هم على طول إلى الكتاب والسنة، فهذا ضلال، هذا ضلال بين، هذا إلغاء لما عليه الأمة، هذا إلغاء لما عليه الأمة وابتكار شيء جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.